اهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناة شوف تي في. فضل الخبر العاجل والمباشر، اعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل 31 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليلة يومه الاحد، ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابة المؤكدة بهذا الفيروس القاتل والمرعب بالمملكة الى 1021 حالة. واضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب ان عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3827 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حسب وزارة الصحة 76، فيما تماثلت 3 حالات إضافية للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة للأسف الشديد 70 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذت السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. أعيد مشاهدي قناة شوف تيفي أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليصل العدد الإجمالي لعدد الحالات لحد الآن 1021 حالة، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 3827 حالة. أما الحالات التي تماثلت للشفاء فقد بلغ 76 حالة، وبعدما تماثلت 3 حالات للشفاء حالات إضافية، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 70 حالة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.